وينضم إلينا من المنامة الكاتب والباحث السياسي صلاح الجودر. مساء الخير سيد صلاح الجودر. مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد، هل هي إشارة بانتقال سلمي وسلس للسلطة في الكويت بعد رحيل الشيخ نواف الأحمد؟ نعم سيدتي العزيزة، أول شيء إحنا نعزي أنفسنا كما نعزي الشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل في فقد سمو الأمير نواف الأحمد الصباح، الرجل العفو والإنسانية والطيبة. بخصوص الانتقال السلمي، طبعا الدستور الكويتي صريح وواضح خاصة في مادة الرابعة في الانتقال السلس من يعني من خلو منصب الأمير بمناداة بخليفته، هو طبعا بالتدريب او بالمتعارف عليه انه ولي العهد هو من يتبوى هذا المكان، وهو امر ينادي فيه مجلس الوزراء في هذه المرحله، وهذه يعني ضمانه كبيره بالنسبه حق دوله الكويت ان ينتقل بهذه السلاسه، لان نص الدستور او حتى وثيقه الاماره اماره الكويت هي بعد في مادتها الرابعه تؤكد على الانتقال السلس والسهل، مما يعزز الامن والاستقرار، لان نشوف احنا كثير من الدول ربما تخرج عن هذا السياق، ولكن دول الخليج وهي متعارفه على هذه و متوافقة مع النظام السياسي في البلد ينتقل بكل سهولة. وأنا أعتقد أن غدا بعد وفاة اليوم بالإعلام بالأمير وكذلك مراسم الدفن، فالانتقال السهل يؤكد على الاستقرار داخل النظام السياسي داخل الكويت. نعم. وعلى ما سيركز برأيك الشيخ مشعل في المرحلة المقبلة في الحياة السياسية؟ بلا شك طبعا احنا المنطقة عموما هي تمر بظروف سياسية صعبة وأحداث خاصة أحداث فلسطين وغزة، ولكن تأثيراتها على المنطقة كبيرة. بالنسبة حق الكويت هي ضمن منظومة خليجية ومرجعية العربية هي الضمان الكبير مع حكومة الكويت، فلذلك أنا أعتقد التنمية الشاملة اللي انتهجها سمو الأمير الراحل الشيخ نواف، أنا أعتقد الشيخ مشعل في مرحلة القادمة والحاكم الجديد لن يبتعد كثيرا عن هذه، لأنها كانت سياسة ناجحة وجعلت دولة الكويت أصلا تقدم نماذج كبيرة على كل المستويات، على التنمية، على الشباب، على التوظيف، رفع مستوى المعيشة، كذلك تعزيز الأمن ضمن دور في مجلس التعاون في المنطقة العربية. ونحن نعلم أن الكويت هي حجر الزاوية في الاستقرار، ووجدنا الكويت خاصة في الأمير الراحل تقدم دائما النصائح والأرشاد وتكون هي حلقة الوصل لأي خلافات، خاصة الخلاف كان الخليجي اللي انتهى، وكثير منها نجد أن الكويت عموما النظام السياسي في الكويت هو قام على هالأساس، فالسمو الأمير القادم لن يبتعد كثيرا عن هذه السياسة اللي هي سياسة حكيمة منذ قيام دولة الكويت من مئات السنين ومرورا مع الدولة الحديثة والبرلمان. أنا أعتقد هذا التوافق اليوم هي أمام الأمير القادم، والأمير القادم ليس بعيدا عن بيت الحكم، هو من داخل بيت الحكم، هو يعلم عز المعرفة بما يحدث اليوم، وهي السياسة الناجحة بالنسبة حق الحكومة حق النظام السياسي في الكويت. وعملية التوافق اللي انتهجها سمو الأمير الراحل بين الحكومة وبين مجلس النواب أو البرلمان أو مجلس الأمة الكويتي هي 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 صمام الأمان، وهالتوافق اللي بينهم والأمير القادم يعلم هذا الأمر، فلذلك نحن في الخليج نحن مع الكويت لما تقوم به الكويت من أيادي بيضاء من أعمال إنسانية راقية. دائما الكويت معروف عنها هي حمامة السلام في دول مجلس التعاون والمنطقة العربية وسماتها كثيرة، لأن حكام الكويت المتعاقبين هم نفس السياسة المتخذة، فلذلك احنا مطمئنين للمرحلة القادمة، الشعب واعي ويدرك أهمية التلاحم الوطني اليوم في مثل هذا الانتقال السلس، وهذه دول الخليج قلوبها كلها، ونحن في البحرين عموما الشعب البحريني متأثر بشكل كبير، لأن فقدان الأمير الراحل
ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، كانت لإسهامات كبيرة خاصة في أحداث اللي شهدت البحرين في السنوات الماضية، كانت له مواقف مشرفة. نعم. هو وحكام الكويت عموما. نعم. أرجو أن تبقى معنا سيد صلاح الجودر. ينضم إلينا أيضا وزير العدل الكويتي السابق دكتور فالح عبد الله العزب. مساء الخير دكتور فالح، عزائنا لكم في الكويت برحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كبداية، ما هي البصمة التي تركها أمير الكويت الراحل على الحياة السياسية في الكويت في فترة حكمه القصيرة؟ حقيقة أولا نعزيكم ونعزي الأمة العربية والإسلامية كذلك. سمو الشيخ نواف الأحمد كان سر أخيه، وهو الشيخ صباح الأحمد صباح أمير الإنسانية، وكذلك هو سر أبيه الشيخ أحمد الجابر الذي كان حاكما لدولة الكويت طوال سنوات عديدة. وبالتالي هذه الأسرة الكريمة خدم وطنها وشعبها بما يقتضيه الدستور دولة الكويت. وبالتالي أثر يعني الشيخ نواف، وأن كان فترة حكمه قصيرة وأيضا تأثرت بسبب المرض الذي أصابه، إلا أنه كان لآخر يوم في حياته يوقع على مراسيم العفو وغيرها من الأمور حتى تكون هناك يعني دولة مستقرة ومستمرة وسمته رحمة الله والعفو. وبالتالي نحن أمام نظام سياسي متصالح تنتقل الراية من يد إلى أخرى حتى تستمر مسيرة هذا الوطن. وكما قال الشيخ جابر الأحمد وهو شقيق الشيخ نواف أيضا، نحن الوجود العابر ودولة الكويت هي الوجود الدائم. وبالتالي النظرة للأوطان بأنها هي المستمرة وأن القائدة ما هم إلا بشر في يوم من الأيام سيرحلون، وبالتالي بصماتهم وأثرهم في أوطانهم هو ما سيبقى للأجيال القادمة. وبالتالي الشيخ نواف الأحمد كان وليا للعهد، كان نائبا أول رئيس مجلس الوزراء وأيضا وزيرا للدفاع والداخلية، فخدم في الوطن قدر ما استطاع، ولذلك ندعو له بالرحمة لدى رب العالمين إن شاء الله. منادات الشيخ مشعل أيضا من قبل مجلس الوزراء ليكون أميرا للبلاد، إلى أي مدى تعكس انتقالا سلسا للسلطة في الكويت كما حدث عام 2020؟ نعم، هذا ما المناداة بالحاكم وسمو العهد الذي أصبح قائدا وحاكما اليوم لدولة الكويت ورئيسا لدولة الكويت هو وفق ما يقتضي به دستور دولة الكويت. وبالتالي هذا الانتقال هو دستوري والمناداة به حاكما، ويكون هناك قسما أمام البرلمان أيضا، وبالتالي يمارس سلطاته وصلاحياته وفقا للدستور. وهو كما قلت لك في بداية حديثي أنه انتقال الراية من يد إلى أخرى لاستمرار هذا الوطن إن شاء الله لما فيه الخير والصالح. وهذه الآلية هي المتبعة في كل حكام دولة الكويت الذين مروا لحكم دولة الكويت طوال الفترات، حتى سمو المرحوم والمغفور له الشيخ نواف الأحمد الذي توفى اليوم 16/12 وهو الحاكم بالرقم 16 لدولة الكويت، وأيضا الابن السادس لأحمد الجابر. وبالتالي الشيخ مشعل هو أيضا سر أخي الشيخ نواف الأحمد، وستستمر المسيرة إن شاء الله بالعطاء في محيطها الإقليمي وهي دول مجلس التعاون، إلى امتدادها للدول العربية وإلى الدول الإسلامية وأيضا الدول الصديقة حول العالم. دولة الكويت وجدت نفسها في مكانة لدى الجميع، مرحب فيها، تدعم الأشقاء إذا ما كانوا. هذه سياسة متبعة، وبالتالي منادات سمو ولي العهد حاكما لدولة الكويت هي الآلية الطبيعية. أرجو أن تبقى معنا دكتور فالح عبد الله العزب. أعود إلى ضيفنا سيد صلاح الجودر. سيد صلاح الجودر، الفترات الماضية في السنوات الأخيرة يعني لاحظنا التوتر بين مجلس الأمة وأيضا بين الحكومة، لطالما كانت هناك طبعا بعض الأمور العالقة فيما يتعلق بالحياة السياسية. ما هو توقعك الآن مع منادات الشيخ مشعل الأحمد ليكون أميرا للبلاد؟
نعم، أنا أعتقد أن هذه الحراك السياسي داخل الكويت، خاصة في العلاقة بين الجهتين التشريعيتين أو الجهتين الدستوريتين اللي هي مجلس الأمة وكذلك مجلس الوزراء، هذه حالة طبيعية في الكثير من الدول تشهد مثل هذا الحراك، ربما ترتفع وتيرته أو تنزل وتيرته، ولكن لما يوصل إلى درجة أن يكون هناك احتقان أو تعطيل للمصالح القومية والوطنية الموجودة هني، بلا شك يجب على الحاكم أن يتحرك. وحن وجدنا أن الكويت بحكمة قادة دائما يجدون الحلول المناسبة لعودة الحياة الطبيعية، الاستقرار على العمل من أجل المصالح العامة. أنا أعتقد أن الأمير القادم الشيخ نواف الشيخ مشعل هو أعلم بهذه الأمور، لأنه هو من داخل المؤسسة، من داخل البيت، ويعلم هذا الحراك اللي يعني دائما ساخن بين الحكومة وبين المعارضة، وهذا أمر طبيعي. ولكن دائما نجد أن الحكام في الكويت عموما يعلمون هذه المسألة، وهي حاضرة لهم في الوجدان، وأكيد ما حد يشك في وجهات النظر المختلفة والمتباينة بين الجهة التنفيذية والتشريعية، لأن هي تبقى أن هي حاضرة ويعني طبيعية في 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 أغلبها، وإن كان في بعض الحالات تخرج عن سياقها. ولكن ما نتمناه أن دائما عملية الاستقرار والتوافق الوطني هو العنوان. أنا أعتقد أن الأمير القادم هو أعلم بهذه، وخاصة هو يحمل هذه الروح الإنسانية الكبيرة من الأسرة المالكة في الكويت، من أسرة الصباح الكرام، هو أعلم بهذه الحالة السياسية داخل الكويت. ولكن ما نتمناه أن يكون هي مرحلة أكثر استقرارا، لأن نحن في دول الخليج يسوءنا ما يسوء الآخرين من دول الخليج، كما يسوءهم ما يسوءنا احنا في البحرين. انا اعتقد ان احنا يجب ان احنا نجتاز كل هذه العقبات. احنا في دول الخليج احنا ننعم بخيرات كثيرة، ننعم برفاهية، كل هذه المقومات الحياة تفتقدها الكثير من الدول. لذلك احنا معالجة هذه القضايا اللي تهم المواطن هي من الأولويات. وانا اعتقد ان الحاكم الجديد أو الأمير القادم للكويت هو أعلم وأقدر على معالجة هذا الأمر. والشيخ مشعل رجل حكيم ذو خبرة، ذو مكانة، تبوأ الكثير من المناصب، وكذلك يتصف بنوع من الهدوء اللي يمكن أن يستوعب كل أطياف المجتمع. أنا أعتقد هذه ميزات دائما مطلوبة في الحاكم الجديد، لأن الأمير مشعل هو صمام طيب. الأمان اليوم الالتفاف نعم. الوطني نعم. مطلوب للكويت. نعم يا سيد صلاح الجودر، أنتقل إلى القاهرة مع وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي. مساء الخير سيد العرابي، يا ترى كيف تنظرون إلى هذا الانتقال السلس للسلطة مع منادات مجلس الوزراء للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتولي حكم البلاد؟ يعني طبعا أنا بتفق مع حضرتك أنه هو انتقال سلس، وده عهدنا بسياسة سياسة دولة الكويت. أنا شخصيا عندي خبرة طويلة في التعامل مع أهل الكويت عندما كنت دبلوماسي صغير في السفارة المصرية في الكويت عام 1978، وكان الشيخ نواف في وقتها وزيرا للداخلية، وأعتقد أنه أحد سمات دولة الكويت هي الانتقال السلس والديمقراطية القديمة العريقة الموجودة في هذه الدولة، وحرية الصحافة وحرية الكلمة. إذن هي دولة مستقرة راسخة تتمتع فعلا بانتقال دائم سلس وثقة في استمرار نفس السياسات من عهدها فعلا من دولة الكويت. وطبعا حضرتك عارفة العلاقة المصرية الكويتية علاقة قديمة جدا، علاقة راسخة على مر أيام وسنوات وعهود، وبالتالي أنا بشوف أن الفترة القادمة هتكون فترة استقرار بالنسبة لدولة الكويت، وده هينعكس على العمل العربي المشترك وعلى طبعا العمل الخليجي اللي هي أحد يعني أركان العمل العربي المشترك. ماذا عن العلاقات الثنائية بين مصر والكويت؟ ما الذي يمكن توقعه في مستوى هذه العلاقات مع منادات الشيخ مشعل لحكم البلاد؟
طبعا الامير الجديد الشيخ مشعل اعتقد ان هو يملك درايه كامله بالتحديات اللي بتواجه الامه العربيه بوجه خاص او بوجه عام، والخليج طبعا بوجه خاص. واعتقد انه في اثناء وجوده كولي العهد العلاقات المصريه الكويتيه كانت مستقره تماما، بل بالعكس يكون شهدت بعض التقدم الكبير. وبالتالي انا اثق تماما في انه العلاقه المصريه الكويتيه اللي هي لديها يعني قواعد ثابته منذ سنوات طويله هتستمر في التقدم، وبالعكس يمكن نشهد بعض التقارب سواء كان عن طريق الاستثمارات الكويتيه في مصر او حتى التواجد المصري في دولة الكويت. الجالية المصرية في الكويت بتقوم بدور رائد في العمل في دولة الكويت واستمرار تقدمها، وبالتالي أنا عندي ثقة كاملة في أنه الفترة القادمة هتشهد تطور كبير، وده هيكون في صالح الشعبين وفي صالح القيادتين في الدولتين. شكرا جزيلا لك السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق في القاهرة. نعود إلى ضيفينا أيضا السيد صلاح الجودر وأيضا ضيفنا الدكتور فالح عبد الله العرب. دكتور فالح العزب عفوا، أمير الكويت الراحل قضى أكثر من 60 عاما في خدمة الكويت. في السنوات الماضية اعتبر بأن محاربة الفساد ليست خيار بل واجب واستحقاق ومسؤولية كما قال. من الواضح أنه كانت هناك رغبة في محاربة الفساد في الكويت. كيف يمكن للشيخ مشعل أن يستلم نفس المهام وأيضا يركز على نفس الملامح في الحياة السياسية؟ نعم، من الطبيعي أن يكون هناك معترك سياسي وبرلماني وأيضا أمور أخرى، وبالتالي من يدعي أن هناك بلد في العالم لا يوجد فيه فساد فهو إنسان يجافي الحقيقة. وبالتالي سمو الشيخ مشعل يعني سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عندما تولى منصبه كسند لأخيه رحمة الله عليه المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد، أعلنوا رفع الراية على محاربة الفساد كما أعلنها من هو قبلهم. وبالتالي قصة الفساد يعني مستمرة ما دام هناك دولة وما دام هناك عقود وغيره من الأمور، ولكن نسبة الفساد أن تكون محاربتها حتى تنزل الحد الأدنى منها، هذه مهمة الأوطان بشكل عام وحكامها العدول. وبالتالي سمو الشيخ مشعل أحمد معروف عنه بالصرامة وبالاستقامة وبأنه كان يعني مرافقا للحكام سواء الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه أو الشيخ صباح الأحمد وغيرهم، والشيخ نواف كذلك وليا للعهد. وبالتالي عندما يصدح ابناء الشعب الكويتي بأن هناك مواطن فساد فعلى الحاكم أن يتلقاها وأن يبحث عن تفاصيلها ويتم وأد هذا الفساد، لأن الدول لا تسقط إلا بفساد النخب فيها. وبالتالي دور الحكام لدينا في الأنظمة الوراثية هو معلوم لدى الجميع بأنهم يعني مؤتمنين على أموال هذه الأوطان وعلى هذه الشعوب أيضا بحكم قسمهم أمام الشعوب بشكل عام. وبالتالي لله الحمد والفضل والمنة عندما يكون التصريحات أو الأعمال وليست التصريحات أيضا تتوازى بمحاربة الفساد، هذا دليل على صلاح الحاكم، وبالتالي يجب أن تصلح البطانة التي تكون مجاورة للحاكم. نعم. عودة إليك سيد الجودر، كيف تنظرون أيضا في البحرين إلى التوازنات الداخلية التي استطاع الأمير الراحل تحقيقها في فترة حكمه في السنوات الثلاثة الماضية؟ نعم، الأمير الراحل يعني غفر الله له كانت له بصمات كبيرة خاصة في الشأن الداخلي في الكويت. يعني قدم نماذج كبيرة من الأعمال الإنسانية، يعني في أبرزها هو دعمه للشباب الكويتي في المبادرات اللي قدمها، وهذه يحسب له في فترة وجيزة من حكمه أن يستوعب الشباب الكويتي، وهذه عمل كبير قام فيه. كذلك قضية التوازنات السياسية في العلاقة بين القوى السياسية
لا يمكن أن يحققها إلا شخص ذو حكمة ودراية بالمكونات المجتمع. وبالكويت طبعا الأمير الراحل كان له دور كبير، يعني من أيام كان هو وزير الدفاع ووزير الداخلية كان على علم بكل هاي المكونات، وقربة كذلك يعني قربة بالمجتمع الكويتي، يعني كنا نشاهد حضوره إلى المجالس الأهلية والاجتماعة مع الأهالي. هذه يعطي صورة حقيقية عما يجري داخل المجتمع الكويتي. فلذلك كان الأمير الراحل يعني له إسهامات وكان مسموع الكلمة داخل الكويت. وأنا أعتقد هو كان صمام الأمان لكل القوى السياسية اللي كان بينهم اختلافات، يعني إيديولوجية كانت وحتى عقائدية كانت موجودة داخل الكويت، وهذه ظاهرة صحية وطبيعية في كل الدول خاصة الدول الخليجية. ولكن استيعابهم داخل منظومة الدولة أو تحت سقف الدولة، هذه الحكم الكبير اللي كان الأمير الراحل وأنا أعتقد الأمير القادم اللي هو الشيخ مشعل على دراية، وهو يسير على نفس النهج اللي قامت فيه الأسرة المالكة منذ تأسيس الأول ومرورا كل عبر هذه السنوات الأخيرة، مع ما نشهده اليوم طبعا من تيارات إيديولوجية عبر القارات تأتينا اليوم في دول الخليج. فلذلك احنا في البحرين دائما ننظر الى الوضع الداخلي في الكويت، احنا في البحرين دائما في بيننا وبين الكويت في تاثر كبير، لان في تشابه كبير ومنذ القدم. فلذلك هذا المكون البحريني اليوم دائما ينظر الى الكويت في هذه عمليه التنافس والعمل والاستقرار. وانا اعتقد العمل السياسي صعب ولكن الاحتواء فيه هو هني. فلذلك المجتمع البحريني اليوم تاثر بفقدان الامير الراحل، ولكن نامل في الشيخ مشعل أن يسير في هذا التوافق، يسير في هذا الاستقرار مع مرجعيته في دول مجلس التعاون، لأن احنا دول الخليج مستقرين ومطمئنين مع أنظمتنا السياسية. احنا ما عندنا أي إشكالية في دول الخليج مع أنظمتنا السياسية، وواثقين في الأسر المالكة التي تقود إلى الخير. أشكرك سيد صلاح الجودر الكاتب والباحث السياسي في المنامة، كما أشكر أيضا ضيفنا الدكتور فالح عبد الله العزب وزير العدل الكويتي، أيضا نشكره.